إخواني المناضلين، تحية لهذه الوقفة الاحتجاجية، تحية لهذا الحضور المتميز للإخوان والأخوات المناضلات في التنسيقية النقابية لقطاع الصحة بإقليم تاجة. فبداية أود أن أؤكد ونرفع القبعة للمنخرطين الأوائل في محاربة فيروس كورونا، لأن النهار غادي تسدوا المدارس وتسدوا المساجد وتسدوا الملاعب، فاحنا غنبقاو في الميدان. فتحية ونرفع القبعة للشغيرة الصحية. بناء على ثلاثة ديال المحاور، المحور الأول هو التعريف بالتنسيقية التي دعت إلى هذا الوقفة الاحتجاجية. أشنا هي التنسيقية وما الأهداف ديالها وما إلى ذلك؟ حضور متميز نحبس معنا اليوم، هذا يؤكد تقاسمكم معنا نفس الشعار الذي رفعناه وهو شعار ارحل. النقطة الثالثة والسؤال اللي كيحط جوهر مهم هو لماذا رفعنا هذا الشعار ارحل؟ في المنظومة الصحية كتعرفوا ان كاين اربعة ديال العناصر في علاج المريض. كاين مقدم الخدمات الصحية اللي هما الشغيرة الصحية، وكاين المريض اللي هذا هو الهدف ديالنا الاول، لاننا ما وصلناش للهدف هو علاج المريض لا داعي لوجودها. شكون اللي كيأثر هذه العلاقه؟ هي الاداره وعلى راسها المدير. هذا المنصب راه ماشي سهل، ما عطاتوش الدوله بطريقه يعني عشوائيه، بل هو كيتحمل في واحد المسؤوليه كبيره في التوفيق بين هذين الاثنين. العنصر الثالث اللي هو حاضر في هذا الاشكاليه هو ان المكون النقابي. احنا هنا كمكون نقابي، لماذا؟ النقابه هي التي تراقب وتحاسب وتنظر لما هو يسير في الخطا. اذا احنا ملي كنشعلوا ستوب وكنقولوا وقف، ان كاين خلل في هذه العناصر، اما في المريض واما في الاداره واما في الشغيله الصحيه. الان فاش غادي نهضروا على الموضوع، نرجع للنقطة الأولى باش الإخوان ما نطولوش عليهم، لأن إلا نهضروا بزاف النقاش طويل. نبدأ بالنقطة الأولى هي التنسيقية النقابية لقطاع الصحة بإقليم تازة. هذا التكتل جاء نتيجة الارتجالية والعشوائية في التسيير الغير محسوب للسيد المدير. فتكتلنا بعد نقاش طويل وبعد تدافع فكري وصلنا إلى هذه القناعة. ماشي غير مدة، راه هذه واقعة نقول لكم مدة طويلة باش وصلنا لهذه القناعة ديال الإرحال. ماشي إرحال كشخص، حنا لا يهمنا الشخص، بل يهمنا المنصب المدير. المدير هو الذي يسير، المدير هو الذي يبعث الأمل ويبعث العمل الصحيح الذي يؤدي إلى علاج المريض. فالتنسيقية النقابية كما تعرفون مكونة من أربع نقابات، وهي أولا الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. المكون الثاني اتحاد الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. المكون الثالث وهي النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وأخيرا النقابة المستقلة لأطباء الاقتطاع، النقابة المستقلة للأطباء العامين بقطاع الصحة. هاد المكاتب ولكن الإقليم كله وليس المؤسسة. عندنا هاجس واحد، الهدف ديالنا واحد، شنو هو؟ هو محاربة تدهور الخدمات الصحية داخل المؤسسات الصحية. هذا هو الهدف الأساسي ديالنا، لأن إذا بقات مستمرة تدهور فسيؤدي هذا إلى أزمة صحية، بل إلى كارثة صحية. سيؤدي متمالها المريض أولا والشغيرة الصحية ثانيا. هذا هو الهدف ديالنا. نحن لا نبحث لا عن مناصب ولا عن أجر، زيادة في الأجر، لأن هذه الزيادة في الأجر مجمدة بإعزام صندوق النقد الدولي وعبر تراكمات الحكومة. لا نبحث عن الامتيازات، لا نبحث عن الترقية، بل نبحث عن الصالح العام وهو علاج المريض في ظروف مستحسنة.
شكون اللي كيأثر هذا العلاج اللي كيسيرو هي الإدارة. إذا ما كانش الإدارة اللي كاينة علاقة جدلية بين تحية نضالية شرطة صحية، تحية نضالية شرطة صحية، تحية نضالية شرطة صحية، تحية نضالية شرطة صحية. اللي قلنا هو وقف تدهور الخدمات الصحيه، ان لم نقل بانها ستوقف بعض الخدمات ولا اعتمد على ذلك فامثله كثيره ومتنوعه. مثلا طبيب اخصائي في القلب لا يوجد في المستشفى، طبيب مثلا خاص بواحد التخصص معين، ممرض يقوم بالاشتغال مكان ثلاثه او اربعه ممرضين، فهذه الاطر الصحيه تشتغل باقصى قوة، لا يمكن الإضافة أكثر من هذا. بركة مديكم سيدنا في الأطر، بركة مديكم سيدنا في الأطر، بركة مديكم سيدنا في الأطر. إذا الأزمة الصحية اللي كنقولها تعيشها مستشفى ابن بطلون وتعيشها جميع المؤسسات الصحية في المغرب ناتج عن عاملين اثنين لا ثالث لهما. الاول وهو النقص الحاد في الموارد البشريه، وهذا النقص راه ماشي المدير غادي يصلحو، ولكن بان له اشاره على اساس ان كاينه مذكره ديال التوظيف وتعيين من الجهه اللي يمكن يضغط ويمكن يطلب ماشي الدكتور الزين، راه كلشي مزيان كلشي بخير على خير، الا كلهم خاصين الموارد البشريه. العامل الثاني وهو سوء التسيير والتدبير، وهذه النقطة هي اللي كنحاربوا اليوم، وهذه النقطة هي سوء التسيير والتدبير هي اللي كنحاربوا اليوم وسنستمر في نظام أجلها. إذا التنسيقية عندها كما قلنا شعار واحد هو الدفاع عن المصلحة العامة والدفاع عن استمرارية الخدمات الصحية داخل المرافق الصحية. إذا هذا هو المحور الأول. ننتقل الآن للمحور الثاني هو هذا الحضور المتميز ديال الإخوة. فالدليل بأنكم على قناعة معنا وعلى توافق بأن هذه الوقفة راه في محلها. نحن لسنا ضد أحد ولسنا ضد أشخاص، وكانت هناك واحد الموجة من الهجومات المباشرة وغير المباشرة والمبطنة وغير المبطنة بطريقة مباشرة أحيانا علنية وأحيانا سرية ضد التنسيق من اجل التفتيت من اجل تكسير الحضور. فالحضور المتميز من داخل المستشفى كيحضرون معنا اخوان مناضلات المغربيين اطباء وممرضين وطبيين واداريين من جميع مرافق المستشفى لا داعي لذكرها. هذا دليل بان كاين اختلالات في كل قسم من اقسام المستشفى. كيحضرون معنا ايضا من خارج المستشفى اطباء من المراكز الصحيه ومن القريبه يعني ديال المدينه، وكذلك من العالم القروي اللي كانوا غادي يجيو بكثير من المجيء ديالهم، ولكن تفاديا لمصلحه المريض ارتعينا باش ما يحضروش لا هو الممرضين يقدموا لك الخدمات للمواطن. يحضروا معنا اذا من خارج قطاع الصحه الاخوه المناضلون فالنقابات المحليه لكل من الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فنشكرهم على هذا الدعم. تحيه نضاليه للتنسيق النقابي، تحيه نضاليه للتنسيق النقابي، تحيه نضاليه للتنسيق النقابي، تحيه نضاليه كوادر نقابيه، تحيه نضاليه للتنسيق النقابي، تحية نضالية للتنسيق النقابي، تحية نضالية احتجاجية الهدف منها وهو تسيير العشوائي اللامحصول اللي فيه الارتجالية اللي فيه عدم تنزيل عدم تنزيل المواكبة وعدم تنزيل الموافقة ديال المريض في جميع المحطات ديالو وفي جميع. إذا سأبدأ إن شاء الله بالنقطة الأولى وهو العنصر، حيت كنهضروا على أربعة العناصر، العنصر ديال الإدارة، العنصر ديال الشهيرة الصحية مقدمي الخدمات، العنصر الثالث اللي هو المستفيد من الخدمة اللي هو المريض، والعنصر الأخير هو النقابة. أشنو دار المدير من الناحية الإدارية؟ هذا هو الأساس الأول. المدير هو اللي خصو يقدم عناصر العلاج
بما فيه الآلات والإمكانيات وإلى غير ذلك من تسيير. فكنعتبر الإدارة أولا بغينا من ناحية تسيير ديال الوثائق جميع المراسلات اللي رسلوها الإخوان في جميع الأقسام على أساس إصلاح بعض الإعوزاجات لا جواب. إلا جبنا نلقى واحد الترصانة ديال المراسلات من الأقسام ما كاينش جواب عليها. النقطة التالية بالنسبة للاجتماعات، يوميا كاين اجتماعات غير من أجل التصاور باش نصيفطوا للوزارة ونصيفطوا للمندوبية الجهوية على أن الأمور مزيانة. وهذا ما بغيناش هذه القضية هذه، حنا بغينا الواقع شنو كنعيشوا. زيد عليها حتى ملف حتى الضبط. مكتب الضبط يرفضوا بعض الأحيان تسجيل المراسلات. إلا مشيتي درتي به شكاية والله ما يخصك حتى تجيب يعني عور القضائي اللي يسجلها لك. وعندنا أمثلة على هذا الشيء، عور القضائي اللي يسجلك شكاية بالمدير. لأن كيعتبر هذه المديرية كشخص، المدير راه منصب. راه ماشي شخص. نحن إلا درنا شكاية ماشي ضدك كشخص. حنا كنحترموا الأشخاص. يكون تما في هذه المسؤولية طبيب، ممرض، تقني، يكون اللي بغى يكون موليد، يكون فيه مقتصد، لا يهمنا الشخص، بل يهمنا المنصب. فإذا كتبنا كنكتبوا بصفة كمدير، كمسؤول، وبالتالي تتحس بأنه كرد داك الشيء عبارة عن مشاكل ذاتية كتدخل فيها الذاتية وكتدخل فيها الشخصنة، لدرجة أن بعض المناضلين دابا مابقاش كيهضر معاهم. واش هذا مدير؟ حاشا هذا مدير حاشا حاشا هذا مدير حاشا هذا مدير حاشا المدير عندك تما المستشفى ماشي فيرما مولي عندك تما المستشفى ماشي فيرما مولي عندك تما المستشفى ماشي فيرما والمدير عندك تما المستشفى ماشي فيرما والمدير عندك تما المستشفى ماشي فيرما المحاضر وقعناهاش التزامات ما شفناها المحاضر وقعناهاش التزامات ما شفناها الحوارات درناهاش التزامات ما شفناها الحوارات درناهاش التزامات ما شفناها النقطة الثانية وهي الأهم هو المريض. ماذا قدمت الإدارة لهذا المريض؟ فالمريض عنده هنا في المستشفى بعض المراحل، عنده الاستقبال وعنده الاستشفاء وعنده العلاج وعنده المتابعة. إلى جينا الاستقبال، أين نستقبل هذا المريض؟ إلى خرجنا من هذه المستعجلات وقسم الإنعاش فمتى يبقى راه يمكن قندهار نقولوا قندهار ولا مكفيش باش نقولها بكل ناخذ مثال، إلا خدينا مثال الاستقبال ناخذوها هو القسم ديال البسيكياتري قدامنا. أشنو هما المشاكل اللي كنا نعيطوا للناس ديال البسيكياتري يشرحوا لنا المشاكل ديالهم؟ لا تعد ولا تحصى والدليل أن كاين واحد مذكرة هيعطوها من الإخوان بأن يتم إصلاح هذا سيرفيس ديال البسيكياتري واحد البيدجي إينورم إي كي نو غيبون با أو نورم دو بريزون شارج دان مالاد بسيكياتري. هادي غنقولو السجن، راه قبل كان السجن ونوضو عليه وجمعية تهضرو في هذا الميدان وقالوا ذكروا ولكن لم يجب. إلا بغينا نستقبل المريض مثلا في قسم الأمراض الطبية ولا قسم الأمراض الجراحية ولا حتى البيدياتريك، راه لا علاقة بمستوى المريض، لا تليق بإنسانية الإنسان باش يدخل لواحد المستشفى خارج من الدار وعنده الصالون عنده الكليم عنده إلى غيره ويجد نفسه داخل المؤسسة النعم من اجل صحه المواطن وحدودكم المديريه. واش هذا المواطن مرتبط بامن سن بسيكياتر؟ ما عندناش بسيكياتر هنا في تازه، وهذه من تراجعات ديال النظام الصحي في تازه. كانت تازه فيها اربعه الجراحين، فيها اربعه ديال كل تخصص كتهضر باربعه الاطباء، الان يوجد واحد من التخصصات لا يوجد اي طبيب. لان هذه النقطه الاولى في الناس والاستقبال. الا هضرت على سيرفيس ديال النهضه على كل سيرفيس شنو خسر يمكن خسرنا هذا النهار ديال الهضره. إذن كاين ألف حجة وحجة باش نقول هذا بغيت يصير بحال راك ما صالحش. نخرج النقطة الثانية ناخذ سيرفيس مثلا ديال البيدياتري فيه أطفال صغار اللي خصهم يعني تخفيف المرض ديالهم على الأقل ندير لهم غير التلفازة باش يتسربوا يتفرجوا في الرسوم المتحركة ندير لهم غير الجداريات نعيط لهم بورتي يصور لهم واحد الجداريات بالأحمر بالألوان باش كيدخل عند مؤسسة الطفل ديال الطفل تجد هو كيتخلع قبل ما يدخل، ما كان عاجل ما كنساهموش في العلاج ديالو، كنساهمو في التروماتيزم بسيشيك لهذاك المنصوب،
فاش غادي يجي مرحبا يسمع المستشفى سيرفضه رفضا نهائيا. هذه مسائل بسيطة، لا نطلب المستحيل، هذا الشيء بالإمكان وبإمكان الإدارة ديالهم. هذا من ناحية الاستقبال، من ناحية الاستشفاء ديال المريض. المريض تنعسيه مثلا غير تدفئة في الشتاء ما كايناش عباد الله. كاين أنبوجي خاص بالتدفئة باش تخدم لاشو ديال ويسخن الناس، وقلنا هذا الشيء وكررناه وعاودناه. ما عرفناش حتى الميزانية ديال التدفئة فين كتمشي، كيبقى المريض ناعس عندك في الوقت. وهذا اللي يساهم في العلاج، يصعب ويعقد مهمة العلاج. مجلس الحسابات اجي تشوف الاختلاسات، يا مجلس الحسابات اجي تشوف الاختلاسات، ويا مجلس الحسابات اجي تشوف الاختلاسات، يا مجلس الحسابات اجي تشوف الاختلاسات. قلنا التدفئة في الصيف لا يمشي بالكليماتيزور. هذا الشيء خلينا مفضع، لان كاين واحد الميزانية مخصصة للتعبير بواحد الشكل غير مثلا نقولوا مدخن جدا وما يستفيد به المريض، والشيء ما يستفيد به الكفوف مع التعبير هذه. يعني هذا الشيء يعني لا نقبل ولا نحارب هذا. الى هضرنا على الادوية، صفقات اللي مشبوهة لا تنسى كرفدوها، صفقات اللي مشبوهة لا تنسى كرفدوها، صفقات المشبوهة تنسكر رفضوها، صفقات المشبوهة تنسكر رفضوها. نهضر على الأدوية، الأدوية خديت ولا حرج، هي الفرقة اللي تجي للمستشفى تلقاو معاه الشيء الصحية صعوبة في العلاج. ملي كتكون عرفت تشري الدواء أكل وتوفر جهدك وتوقف معاه الصراع، علاش تقول لك تشري الدواء؟ حيت انك انت تتصل مع المريض المدرب في الكليماتيزر ديالو ولا في القاعه ديالو كيوصل الاخبار من هي الجهه، ولا بان الامور مزيانه وكل شيء قاد وما كان حتى اشكال. حنا كنعاني مع المريض لان حتى حنا انسان كنحسوا بهذاك المريض الضعيف اللي كتقول له قيد الدواء وكتحس بديك ديك الحضره في عينيه باش يشري الدواء وهو ما عندوش شيء وتقول لك عندي الرمل. هذه النقطه الثالثه، يمشي بحالو يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو يمشي بحالو يمشي بحالو، ما دار والو ما دار والو يمشي بحالو يمشي بحالو. الشغيرة الصحية المعاصرة تعرف على المريض هو الشيء وهو الشغيرة الصحية. اشنو قال لها الشغيرة الصحية؟ اشنو هما التشجيعات اللي عطات الشغيرة الصحية؟ ما كاين والو. طلبنا مثلا تحسين ظروف الحراسة، الناس اللي فيه تبدلوا معاه جيب ليهم الطوجي وكتلك. واش هذا تاليك الموظف ديال الصحه اللي ضرب 30 40 سنه في قطاع الصحه يبات فوق الطوجه، لا تواليت لا سيرفيل لا لافابو لا اكل مهم لا لا واحد الجهاز ديال التلفازه اللي هو غير باش يتفرج مده واحد الساعه مرتاح. اذا هذه طلبنا هذا الشيء ودنا عليه حوارات ولكن لم يستجب، جاب لهم الطوجه وكتلك. بالنسبه لقطاع الصحه ايضا الموظفين تيشتغلوا بواحد اقصى ساعة، يعني كنقول هذا ابن اي موظف تيكون الخدمة ديال جوج او ثلاثة. بالتالي ما كتشوفش الموظف هنا شال يديه، لان ما نساليش عنده واحد المجموعة ديال لي طاج. ما نساليش باش كيهضر مع المواطن باش يشرح ليه باش هذا كيدير لنا واحد الصورة قاتلة من طرف المواطن اللي هو مستعمل قطاع الصحة. النقطة الثالثة بالنسبة لقطاع الصحة، لا انا بالنسبة للشغلة الصحية وهي غير ابسط الحقوق اللي كاينين زعما في جميع المستشفيات في المغرب. ما كاينش شي مستشفى ما كتلقاش فيه قاعه للصالات، ما كاينش شي مستشفى في المغرب ما فيهش قاعه للصالات. يعني هذه السهل والمرضى ديال الموظفين والمرضى ومرتفقيهم. ما كاينش مثلا مقصيف نضرب في جميع كاين الا هنا كذا اللي ما كاين، فين دايرنا قاعه ديال الصالات تحت الدروج؟ كانت عندنا قاعه زوينه تحت الدرج. هذه بالنسبه لاحقار واهانه وكرامه ديالتنا وديالتك انت كتصلي مع مراه ما كاينش حتى العزل، واش هذا يعقل؟ هذه غير مسائل بسيطه. حنا تنهضر على اللي بالامكان يديرها المدير ما دارهاش. نهضر على يمكن ما نكتاش على القطاع لا لا على بالنسبه للشغله الصحيه هذه المواعيد اللي كنهضر عليها الناس علاش طويله؟ لان المرفق اللي كاين في الارض كثير والعرض نقص، فما يمكنش مثلا الطبيب
243 في النهار وكتلقى عندو 200 راه مايمكنش تشتغل تصمدك الطاقة ديالتو. الشيء هو الأوطان، نقص في الأوطان الصحي، هذه واش نقولها الأوطان هو الشيء بالطبيعي. إلى عذرنا على الممرضين يمكن أن نقول واحد العدد هائل تقريبا واحد 100 أو فوق 100 مريض ممرض اللي خصنا هنا في المستشفى. وبالتالي الإخوان الآخرين يقوموا بهذا المقام ديالهم. فالطلب كثير ومتنوع، ولأنك كتشوف كتهضروا أوبئة جديدة، أمراض جديدة، زاكسيدون دو ترافاي، زاكسيدون دو بوبليك، وحنا في واحد العكس روتين. الإعانة اللي بغيت نقول لنا بها المدير هي نهار وقعة الحادثة، فكل شيء هنا من مؤطر ممرضين خدامين ما خدامينش جاوبوا التحقوا من أجل المساعدة. وبالتالي تم إقصاؤهم وعوض ما تكون واحد التكريم الجماعي، تم تكريم الإخوان اللي خدموا، ما قلناش ما خدموش ولكن التكريم على الأقل يكون جماعي. هذا شنو كنعني به؟ ما عرفتش اللائحة شكون اختارها ومن اختارها وفي الجبهة. هذا إذن هذا خلق واحد الموجات اللي هي إسلوب الموظفين، وخلق واحد أحاسيس من التشاؤم، ولدرجة أن لا ماجوريتي ديال الموظفين راهم كيعيشوا سكون أون ديبريسيون. وهوش نهار قدامها هو ديال الطبيبة تعيش أزمة نفسية. علاش؟ لأن ما كاينش التشجيع، كاين تعسف، كاين ظلم، كاين حضرة، وحنا ضد هذا الشيء. كتنسي سير بحالك والإدارة ماشي ديالك، يا المدير سير بحالك الإدارة ماشي ديالك، المدير سير بحالك الإدارة ماشي ديالك، المدير سير بحالك الإدارة ماشي ديالك. الهضره طويله، لا بغينا نقول راه يمكن مجلدات في هذه المشاكل ديال قطاع الصحه ما يمكن ما نذكرهاش كلها. غادي ننتقل للنقطه الاخيره باش نختموا، اللي هي التعامل ديال مع المكون الاخر اللي هو المكون النقابي كيف ما كان النوع ديالو. ما كنهضرش على المستقل لا او على السيد ولا اي نقابه كيف ما كانت النوع. فدنا مع حوارات من اجل الاصلاح الوضع، بقيت ايضا على ورق لم تنفذ ولم تطبق ولم تتبع، وكان استفدت الوزارة على اساس تما وتما وسوف ونعمل وكذا باش تزيد الصورة ديالو على اساس ان المشاكل محلولة. الملفات اللي حطينا ليه المطالب راه كلها ملفات في الرفوف طالها النسيان. الإدارة العجيزة وبغيت تجمع الباليزة، الإدارة العجيزة وبغيت تجمع الباليزة، الإدارة العجيزة وبغيت تجمع الباليزة. بالنسبة للحوارات فكنطلبوا حنا الحوار، ملي كندخلوا كنلقاو محاور لا يؤمن بالحوار. يعني هو شنو تينزل عليك الأفكار ديالو، والحوار هو عبارة عن تبادل النقاش، يعني ديك اللي تكسر واحد الفجوة اللي حنا نختلف معاه في التسيير. فعوض ما كنقصروا هذا التزيين يوسع له هو، وبالتالي في تشكيل عليك الحوار تا كيف الوقت. درنا الوقفة الأولى، الوقفة الثانية، الوقفة الثالثة، نهار علمنا على الوقفة عاد تيسفتنا أجور الحوارات بطريقة ملتوية باش نرجع نسفت لكل نقابة دعوة على أساس تفتيت تنسيقية. ما تلقات ليش هاو كان دعوة للجميع، ما تلقات ليش عاود خم دعوة ما فيها تاريخ ما فيها موعد ما فيها موضوع. إذا واش هذاك السلوك قلت لك تحاور معاه؟ أه لا يمكن التحاور معاه إنسان عاشا هذا مسؤول حاشا هذا مدير حاشا هذا مسؤول حاشا هذا مدير حاشا. إذا في الختام باش نقول بأن الهدف ديالنا هو تحسين الخدمات الصحية داخل المستشفى، ونحن لسنا في شخص معين اللي بغا يشبه المسؤولية مرحبا به كيفما كان. نحن ما نطمح لا في المسؤولية ولا في وسائل مثلا ديال الأجراء ولا غير ذلك ولا في المصالح المنفعية. وما كنفهمش أن واحد لو كان عنده قيء واحد ضرة من الكرامة ملي كيشرب هذا الوقت فيه بطل باستقلال وبشجاعة، وديك الساعة راه اعترف به ماشي ولا كيتسنى الإقالة ستأتي يوما، ونحن سنستمر ولن نتراجع حتى يقال، ونؤكد على الناس اللي حاضرين هنا والمسؤول الأمور الجهوية والوطنية بأن النضال سيتصاعد وسنتخذ إجراءات وأشكال نضالية مختلفة. Speakers! 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 SpeakSpeak
واش ما كانت هادشي واش ما كانت هادشي وديكاش ديكاش 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 ديكاش